السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعر الدولار في البنوك المصرية وفي السوق السوداء، نبدأ مع بعض إن شاء الله بسعر الدولار في البنوك. سجل سعر الدولار اليوم خلال التعاملات الرسمية في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه بالنسبة للشراء و 30.85 جنيه بالنسبة للبيع. طبعا نفس السعر ده كمان بينطبق على بنك مصر. وسجل سعر الدولار في بنك التجارة الدولي سعر 30.85 جنيه بالنسبة للشراء و30.95 جنيه بالنسبة للبيع، بينما سجل الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.95 جنيه بالنسبة للشراء، في حين وصل سعر البيع ل 30.95 جنيه. فيما سجل الدولار اليوم في بنك قناة السويس 30.85 جنيه بالنسبة للشراء و30.95 جنيه بالنسبة للبيع. أما بالنسبة لسعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية فسجل 30.85 جنيه للشراء ووصل سعر البيع ل 30.95 جنيه. كما سجل الدولار اليوم في بنك قطر الوطني كيو ان بي اللي هو سجل 30.85 جنيه بالنسبة للشراء و30.95 جنيه بالنسبة للبيع. بالنسبة لسعر الدولار في البنك المركزي فقد سجل 30.83 جنيه بالنسبة للشراء و30.95 جنيه بالنسبة للبيع. أما عن سعر الدولار في السوق السوداء فطبعا في انخفاض ملحوظ وضربة جديدة بالنسبة للدولار، فسجل سعر الدولار في السوق السوداء 51.50 جنيه إلى 51.70 جنيه بالنسبة للشراء. بالنسبة لسعر البيع فسجل 51.90 جنيه ولحد 52 جنيه بالنسبة للبيع. ده كان سعر الدولار اليوم إن شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.